كاب اف ام الكلمه ليك. انت اول موقف نتاعك تقول فيها لانه بعض الاقطاب خلينا نقول نتاع الحزب الاخرين لمسن محسن مرزوق منذ بالحاجة اللي نقولوا لازال عكن غيره يقسموك راي فيها ما تبدلتش مع راي فيها. والله انا شكو جو سي اللي فما برشا ناس اللي معناها يحسوا برواحهم في ضيق، لكن ماك تعرف لانه انا بيدي شعر انه مساله خطيره جدا باعتبار انه كل مشكل نحلوه في نداء تونس هو ستان كادو اللي نعملوه للنهضه، هو هذاك المشكله. هو هذوك علاش هما يخموا هكا، يقول لك اخويا وين عندهم يمشيوا هذوما، هذوما مام ضد الكذا دونك بالسيف باش يقعدوا معنا مهما كانت التصرف بهم. لكن راهو فما اولا ماهيش تمشي سليم، لانه كيما توا السي باجي البارح قال خرجوا 9 ولا 10 شنو هما 9 ولا 10 بالنسبه للمئات اللي قاعدين داخلين مش باهي. اللي يخرج مهما كان من يستقيل من حزب ينزل نقولوا علاش استقال من حزب ونشوفوا لعل استقال بور اون فري ريزون، وبالكش الريزون تاعو اسلم من احنا. راهو ما فماش اخطر من اللوتيزم في السياسه، ما فماش اللي يبدا ما عادش يسمع وما عادش يشوف. خاطر مليح خرجوا 9 فما ديار 9 مهمين، فما ناس مهمين خرجوا. كي 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 يخرج قولوا علاش خرج. كيما شكون عطينا سامي؟ والله خرج تو هذاك سي يعيش من صفاقس. شكري عيش. شكري عيش خرج من صفاقس، وهذا وليد عاقل وليد متربي دخل في سي العاصة تماما مع فوز اللومي بالذات، وقال وصرح قال هو بيدو قال راهو السيد هذايا معناه يحب يتدخل فينا ويحب يسيطر علينا الى اخره، يسيطر باللجنه هذه تاع الانتخابات في الهيكله، وهما في صفاقس هي ديجا كانت فيها مشكله. يا خويا علاش؟ وهذايا ستان ديبوتي وهذايا وليد مضيف باهي، معناها يلزمنا كل واحد اللي يخرج من عندنا نعتبروه خروج ماهوش عادي. هذا الشيء الاساسي، مش نقولوا لا خرج ملا راح ماشيش. يعني حسب رايك هل انه سي فوزي اللومي ماشي بمنطق اللي عنده الحب يعمل اللي يحب؟ عندي فلوس دونك انا والله ما انا من الحقيقه ما دخلتش فيه، لكن الظاهر انه يسخيل انه ولا اوفيرتوما وراه عنده علاقات اون بليس يتحاوروا مع 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 جماعه اخرين قراب للنهضه الى اخره، عندهم زاد لانهم شوف علموا انه بيان سور نحكيو على شخص من اسمعني اسمعني يتدخل في كل وقت باش اسمعني اسمعني هذوما شوف مش نقول لك هذا حاجه سهله، هذوما تساتره والار سي دي سي دي جون دو بوفوار خرجوا من البوفوار يحبوا يرجعوا للبوفوار مهما كانت الثمن، ما همش راهو في التحالفات ما عندهمش ايديولوجيا كيف نحن، ما عندهمش رؤيه للمجتمع يمكن تساترة، عندهم رؤيه حدثيه للمجتمع الى اخره اكثر من هما، لانهم هما سي دي جون داخلين على اساس البوفوار. ولذلك هالناس هذوما يتحاوروا قاعدين يتحاوروا مع الناس قرب للنهضه ولا من الناس حتى الناس النهضه، وانا نتصور اني بعض منهم مستعد يتحالف معاهم بدون اي واحد. وانا في مثلا في النقطه هذه انا متخالف مثلا مع السيد باجي قايد سبسي في المساله هذه، ما تنجمش تعمل معركه. احنا دخلنا وبرشا ناس كيف انا نعرف اللي فما ناس اخرين ما يهمهمش بوم، لكن فما ناس دخلوا نداء تونس، برشا ناس دخلت نداء تونس هلا عن من هالمد الاسلامي والقصه نتاعهم وقضيتهم ونضالهم هو تقليص من حجم الاسلاميين بمختلف فصائلهم في المجتمع. ولذلك وقت انت تجي تقول لا رانا باش نحكموا احنا وياهم وهم باش يقعدوا، لا بعد الانتخابات هذيك التحالفين نشوفوها بعد الانتخابات، احنا توا في معركه للتقليص من حجمهم في المجتمع. يعني مش هذا نوع من في معركه مع المجتمع. عبد العزيز مزوغي كاب اف ام الكلمه ليك.